كابتن شريف، يعني مش عايز اقول تعادل ومسابقة الهزيمة، احنا نتصدر المجموعة ولكن ضاع مننا الفوز. ضاع مننا الفوز. انا حزين. الشوط الثاني خاصة يعني انت دخلت الشوط الاولاني وعرفت وحصل جس نبض للفرقتين مع بعض، واتضح لنا ان احنا الفوارق بعيدة جدا لما بتمسك كرة على الارض وبتشغل اللعيبة بتاعتك في التقارب وفي الكومباكت اللي احنا بنتكلم عنه، وازاي لما كل لعيب عندك بيبقى معاك كرة اتنين تلاتة بيظهروا له وواحد بيتحرك في العمق، فكان عندك مساحات تعمل اللي انت عايزه في الشوط الثاني. اتحركت بشكل وبهدف، ها؟ رحت مع اجمل كوره حصلت في المباراه، الوان تو اللي حصل لديانج من ناحيه اليمين، وتعاملت بالعرض بيرسي تاو بدل ما يحطها على طول دايركت ما اعرفش ايه سابها لكهرباء. دي كانت كوره في اول الشوط تخلص ونكسب 2-3. بعدها انفراد تاني، بعدها كرات عاليه وكرانر رامي ربيع براسه ممكن كان يجيب اي جون في اي وقت من خط السته، بعدها استحواذ كامل، وخاصه بعد ما قلت قبل المباراه وبعد ما حصل تغيير ان محمد مجدي قفشه بقى موجود في الملعب، وبعد ما كلنا اتكلمنا على امام عاشور انه مش موجود في الشوط الاولاني وعامل حاله لا هي هجوميه ولا هي دفاعيه. قفشه ادالك الاستحواذ والسيطره في نص الملعب. عشان كده انا قلت لك ايه، الملعب مع فرق انا شايفها كويس قوي يعني مش بقيمه النادي الاهلي، والملعب كويس ان انت بتلعب عليه، يبقى تقدر تلعب بصانع العاب وتقدر تلعب بامام عاشور قلنا ناحيه الشمال وناحيه اليمين حسين الشحات ومعاك كهربا. والتغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني تغييرات ايجابيه كلها، الى ان جبت الجول كان لازم يا اما بارستاو يطلع وينزل حاله ارتكاز في نص الملعب بتاعك اللي هو كوكا شباب وهيمزح وما يتحركش من المنطقه دي، اي رد فعل هتبقى الكره الثانيه بتاعتك انت وانت اللي بتحاول. غير انك انت عشان شايف ان انت مسيطر تاني تايم وعندك كل الامكانيات وكل الانطلاقات انك انت تجيب جون واثنين وثلاثه واتيحت لطاهر واتيحت لكريم فؤاد، ولكن التصرف الاخراني بيبقى فيه شيء من عدم الدقه، يعني كريم فؤاد لازم يحطها بطن رجله في كلنا بنحطها الناحيه الثانيه، طاهر كان لازم برضو لازم يحطها في زاويه من الاثنين مش في نص، او يعني لو هو عنده يشوط دي شوطه قويه جدا تخش جون في اي زاويه يمين او شمال. ولكن كلنا قبل الماتش قلنا نخرج بنتيجه ايجابيه وما يحصلش اي تساوي في المجموعه خالص، لان ما ينفعش قيمه النادي الاهلي وبطل افريقيا اللي هو المدرب بتاعهم الارجنتيني ميكيل كان خايف من النادي الاهلي وقال انا لو حققت نتيجه مع النادي الاهلي ايجابيه يبقى كويس جدا، وده اللي حصل فعلا. هنتكلم وهنشوف بعض الحاجات التانية اللي حصلت في الشوط الثاني مع الكباتن بقى، ومبروك على المومي يعني.